هو أكل 7 أشخاص، عرفت؟ يقول لك رحت على المخيم لو ظليت 3 سنين أو 4 وجيت لي جاي، إيه قاعد أنا وعائلتي، ما عندي لا معين ولا وظيفة ولا شيء. عنده يعني مشكلة بالسمع وبالنطق، بس إحنا كأبناء المنطقة كجيران ونفهم عليه تعودنا. عبارة عن محل تصليح أدوات بسيطة جدا، يقول لك أترزق منها وأتعيش منها يعني. فهو الرجال يمتهن أكثر من مهنة كتصليح، مع أنه ما عنده دخل بها، يقول لك يعني دخلها بسيط وضعيف وضئيل جدا يعني. يقول لك أنا ما عندي سماعة، أريد سماعة، حق السماعة 1.5 مليون وما عندي فلوس أشتريها، زين؟ يضيف الى ذلك يقول لك عنده مشكله بالنطق وتعب برجلانه او اعاقه شبه اعاقه، زين؟ فيقول لك اطالب المنظمات ان تساعدني بعمل